السلام عليكم الخوت، دابا غادي نرجعو الموديم ديالنا، فهمتي؟ شويه ديال النتوركين غنشوفوه، يعني الموديمات تقريبا كامله راه كيتشابهوا، فهمتي؟ واحد ادفانس على الاخر. المهم غنشوفوا الخصائص ديالو ونزيدو نتعلمو شويه في النتوركين عن طريق الموديم. المهم كما كتشوفوا الخوت، دابا عندي تي بي لينك، ياك ملي كندخل تي بي لينك اول يعني كيعطيني ستاتي الموديم كيف داير. واخا انا نشرح هادشي كامل بشويه بشويه، حنا مزروبينش. اول حاجه كيعطينا الفيرموير فيرجن، يعني اللوجيسيال اللي مانستالي على الشيب، يعني اللوجيسيال اللي مانستالي هنا، فهمتي؟ هذا ممكن يتبدل، ممكن دير له الابديت ولا الابجريد على حسب الموديم. نقول الموديم كان كنضرب الدارجه وصافي، اما كنقصد به الاكسس بوينت. كيعطينا الماك ادريس، الماك ادريس راك عارف الرقم التعريفي اللي كيفرق موديم على الموديم اخر، وهذا هضرنا فيه، يعني مش حاجه جديده. كيعطينا اي بي ادريس ديال الموديم، وكيعطينا السب نت ماسك، يعني 255.255.255.255 والصفر، يعني المهم هضرنا في هادشي. يعني ملي كنمشي مثلا الاي بي سب نت كالكولاتور، ياك كنكتب 255.255.255.255 صفر سلاش 24، كنكتب مثلا اي بي ادريس ديال المودم مثلا بحال هكا، كندير كالكوليت بحال هكا، كيعطيني معلومات منهم نتورك ادريس اللي هي هادي، اي بي ادريس اللي عطينا هي هادي، ولكن نتورك ادريس كيعطينا هي هادي. الرينج ديالها كيتراوح ما بين واحد حتى ل 254، فهمتيني؟ يعني البرودكاست ادريس هي 255، البرودكاست ادريس كتبقى هي الاخرى، يعني 255. توتال نمبر اوف هوست بالبرودكاست، برودكاست ادريس وباللوب ادريس هما 256، ولكن اليوجبل هوست يعني اللي خدامين ممكن اساينيهم كمبيوترز وحدين اخرين هما 254 فقط، يعني وحده كتبقى اللوب باك وحده كتبقى البرودكاست. مزيان. سب نت ماسك مثلا كانت عندك شي ادريس مزيان بحال هادي وطلبوا منك سب نت ماسك، راهي 255.255 صفر، يعني هنا ممكن يكونوا، المهم داكشي باينري ما بغيتش نهضر فيه، ولكن ها الباينري الحقيقي هو هذا، واحد 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 واحد، وهنا صفر 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 صفر، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. المهم هادشي شو شرح لها. المهم اي بي كلاس ديالها هي السي، اي بي كلاس ديالها هي السي، او والسيدر نوتيشن سلاش 24، حنا عرفنا السيدر نوتيشن داكشي اش عطيناها ليه هنايا، السيدر نوتيشن سلاش 24. المهم انا كيعطيك الباينري اي دي ديال هادي، مزيان. المهم دابا غادي نرجعو للموديم اللي هو عطانا السبريت ماسك اللي هي اللي دوينا فيها 255.255.255 صفر، والدي اتش بي سيرفر انيبل، حيت دابا فيما كتكونكتا مثلا شي كمبيوتر او شي، المهم فيما كتكونكتا شي حاسوب على الريزو ديالنا، الريزو ديالنا اللي طالقينو، كيعطي واحد دي اتش بي ريكويست، يعني بحال كيطلب واحد الاي بي ادريس، فهمتيني؟ ديك الاي بي ادريس كتاساين عليه، صافي كتاساين عليه، كتقول اساين عليه يعني لاكس بوينت ديالنا. المهم هادي هي معنى دي اتش بي سيرفر، فهمتي؟ دي سي بي هادي ما بنادم ما كيجريهاش، فهمتيني؟ كتكون اوتوماتيك، فهمتيني؟ هي المشكله الا كانت عندك اوتوماتيكمون، يعني خصك تجيريها، خصك دير اي بي، خصك دوموند على واحد الاي بي ادريس مثلا محدد مثلا، اما كدير اوتوماتيكمون كتهني راسك. يا دي اتش سي بي سيرفر انابل، مزيان. هنا كيوريونا شحال الكلاينت اللي مكونكتين، فهمتيني؟ شحال الكلاينت مكونكتين. دابا مثلا هنا عندي 8 اللي مكونكتين، 8 التعريف ديالهم بالماك ادريس، التعريف ديالهم بالماك ادريس، مزيان. واخا دابا نطرقوا لهذا الجدول هذا بالتفاصيل، هذا الجدول ديال الوان، ولكن نفهموا شنو هو الوان، فهمتيني؟ الوايت اكسس نيتورك. دابا الوان هو شي حاجه عميقه، يعني بحال قلتي النيتورك الواسع، ولكن في هذه الحاله ديالنا حنايا هو اللي كيكونيكتي يعني الانترنت، يعني النيتورك الواسع مع النيتورك ديالنا الصغير، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين، هذا هو الوان. حيت دابا في هذه الحاله هادي عندنا لان، هو هنا عندنا لان، هاد اللان هذا مكونيكتي مع الوان، فهمتيني؟ يعني مخرجين لوكال نيتورك الى العالم، فهمتي؟ ممكن ما نخرجوش العالم، فهمتيني؟ ممكن نخليوها محدود بيناتنا ما يعرفنا حتى شي واحد حنا مكونيكتين، ولكن في هاد الساعه حنا مخرجينو للعالم، يعني دايرينو وان. هنا دابا هاد البي في سي زعما كتعني شحال كاين من الروت، شحال كاين من الطريق باش يدوز منها الترافيك. في هاد الحاله هادي راه كاين بزاف ديال الطرقان، فهمتيني؟ كاين بزاف ديال الطرقان، ولكن البي في سي ربحه هي اللي خدام. بي في سي كتعني بيرمانانت فيرتشوال سيركت، عارف شنو هي فيرتشوال؟
يعني مش شي حاجه حقيقيه، غير فيرتوال وسيركت راهي الطريق وبيرمانانت يعني باقيه غادي تبقى، يعني درت لها سيت اب صافي غادي تبقى حتى النهار تحيدها. المهم باختصار المعلومه، دابا هنا دوينا على الطريق بي في سي، دوينا على الطريق، وهنا في الفي بي سي والفي سي اي، في بي اي والفي سي اي كندويو على التفرعات ديال الطريق هذه صافي، باش بلا ما نبقاو نطولوا في الهضره. الاي بي ادريسز يعني هاد الخانه هذه اي بي ادريس. دابا شوف هاد الطريق والتفرعات هادو راه كاينه عندهم اي بي ادريس، فهمتيني، نكدوز منهم ترافيك، ها هي الاي بي ادريس بالضبط، فهمتي، هي هادي. وهذه هي السابنت ماسك. السابنت ماسك شنو كتعني؟ دابا شوف انت، في الاول قلنا السابنت ماسك ديال ديك الاي بي ادريس اللي شفنا في الاول هي 255.255.255.0، يعني ممكن تحط 256 اي بي ادريس ياك، حيت داكشي كيبدا من زيرو، داكشي علاش ما قلتش 255 قلت 256. ولكن هنا ما كاينش زيرو وما كاينش واحد وما كاينش جوج وما كاينش ثلاثة، شنو كاين؟ 255.255.255.255، يعني بحال قلتي نون مك مك ما نوت سيت اب، يعني ما نول، بحال قلتي نول، يعني ما مسيت ابياش الساب نت صافي. الجيت واي في الحالة هذه اللي كنهضر عليها دابا، دابا مثلا انا مثلا بغيت نمشي لدوك دوك جو، دوك دوك جو يعني عنده واحد الاي بي ادريس، ولكن انا ماشي الاورديناتور ديالي ماشي نيشان كيمشي لذاك الاي بي ادريس ديال دوك دوك جو، لا راه كيراوتي الجيت واي هنا هنا وفين باغي يوصل، وتما هي كتوصلو، يعني فهمتي كتوصلو ب لفين بغا، يعني باش ياخد المعلومه اللي بغا. بحال قلتي دابا مثلا انا باغي نمشي لفاس، فهمتيني، ولكن كندوز من تحت واحد النفق، واحد القنطره، راه هذيك هو الجيت واي، هو النفق او البوابه، فهمتيني، البوابه فهمتي مزيانه. وهنا شنو مكتوب لينا؟ الدي ان اس سيرفر ديالنا، كنعرف الدي ان اس سيرفر ديالنا هو اللي تيحول لينا من مثلا من داك جو الاي بي ادريس ديالنا، والمعروف الدي ان اس اللي معروف هو ديال جوجل 8 دوت 8 دوت 8 دوت 8، والثاني ديالو اللي هو 8 دوت 8 دوت 4 دوت 4، وكاين عاوتاني ديال، المهم بلا ما نطولوا في التفاصيل. المهم ولكن الترافيك ديالنا اللي كيدوز فهمتيني كيتغلب بحال كيتباكاجا، فهمتيني، دابا مثلا، دابا مثلا عطيتيني مثلا شي، بغيتي تصيفط مثلا شي كوكوط، مثلا تصيفط شي كوكوط مثلا في الدي اش ال او المهم شي سيرفيس اللي كيوصل المعلومه، ضروري غادي يغلفها مثلا بكرتونه، يكتب فيها الادريسه ديالها وغادي يصيفطها، مثلا يصيفطها، وهذا داك اللي غادي ياخذها مثلا يحيد التغليفه ديالها. المهم التغليفه هي الانكس انكابسوليشن، انكابسوليشن كاين فيها انواع فهمتيني، وهذه بي 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 او اي، بي 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 او اي شنو كتعني؟ كتعني دابا حنايا في لا دي اس ال، حنايا في لا دي اس ال فهمتي، المهم التغليفه، التغليفه متعلقه بلا دي اس ال ولا الدي اس ال، المهم سيروا معايا. وستاتي راك عارف خدام ما خدامش، اب ولا داون، هذا هو الوان ديالنا فهمناه، يعني دابا الطابلو مهم هو اللي تيماناجي لنا الكونيكسيون كامله من كي دايزه. اوكي صافي، المهم دابا ننتقلوا لهذا الطابلو ديال الاي دي اس ال، كيعني الاي دي اس ال فيرموير فيرجن، كتعني الفيرجن ديال الفيرموير اللي قلنا اللوجيسيال اللي انستالي في الشيب اللي جاي من عندهم. المهم اللاين ستيت يعني اللاين ديالنا كي داير، واش خدامه، خدامه مزيان، خدامه شويه، هنا قال لك الشو تايم يعني خدامه مزيانه ناضيه. المهم هنا عندنا الموديلاسيون ديال الاي دي اس ال، الموديلاسيون خصك تعرف الاي دي اس ال شنو حاجه اللي معروفه على لا دي اس ال، لا دي اس ال تيكون داونلود تيكون مزيان، ولكن الابلود تيكون عيان، فهمتيني، هما تزيدوا في الداونلود وتخليو الابلود عيان، ولكن كاين فيه انواع. دابا هاد لا دي اس ال 2 بلاس يعني مهم زايد فيه شويه ديال الابلود، فهمتيني، زايد فيه الابلود، يعني ماشي بحال لا دي اس ال شحال هادي اللي كان قديم، كان الابلود ديالو عيان تماما. ولكن دابا الا بغينا نعرفوا التفاصيل ديال الداونلود راه هي في داون ستريم، وبغينا نتعرفوا التفاصيل ديال الابلود راه هي في الاب ستريم، فهمتيني، شحال كاين ديال الداونلود هنا وشحال كاين ديال الابلود هنا. المهم التفاصيل ديال التفاصيل ما كاينلاش ندخلوا فيه فهمتيني، غير هو نعرفوا الجهد ديالو، الباور الجهد ديالو وشحال الماكسيموم يقدر يوصل، فهمتي، هذا هو الجهد ديالو الماكسيموم شحال يقدر يوصل، هو الماكس ريتش.